السلام عليكم، أنا محمد غنايم. البارحة عددتكم من النسكافيه وجلست أرقب الشروق من شرفة منزلي من الطابق 20، وهذا منظر جميل لأنك ترى الشمس قبل الجميع، فأنت أعلاهم ارتفاعا. كان الهواء عليل والجو يعمه هدوء الفجر الذي غاب عنه أصوات الضجيج وقد غطى الأوزون المكان، فأخذت في هذه الأجواء أتصفح إحدى المواقع الطبية المختصة في الدراسات والأبحاث الجديدة. كنت أتصفح العناوين صراحة، وما بين العنوان والآخر شربة نسكافيه، وكانت الأجواء يعمها الطمأنينة، إلى أن وصلت إلى عنوان مفاده حمل الرجال بات ممكنا. هنا نظرت نظرة مستنكرة، فليس من الجديد أن تقرأ معلومات طبية ودراسات غريبة، فهكذا الطب كل يوم به شيء جديد. وقلت في نفسي مستنكرا، اعتدنا سماع أن الرجال تحمل الهموم، تحمل المسؤوليات، تحمل الأعباء، ولكننا لم نعتد سماع أن الرجال تحمل الأجنة. ثم مضى يومي وفي عملي ونسيت ما قرأت حتى عدت إلى بيتي ليلا وجلست في نفس المكان لأتصادف مع مقال عربي بنفس ذات الموضوع الذي اطلعت عليه فجرا. فاستغربت الأمر المواقع وقدرتها على تتبع ما تشاهد، يعني هو الكوكيز يعرفه المبرمجون، ولكن هو قدر من الله أيضا أن أتمعن في قراءة هذا الموضوع وأوسع معرفتي به. وبالفعل قررت أن أقرأ أكثر في هذا الموضوع، وجلست في صالون منزلي على أريكة هناك وبدأت أقرأ في هذا الموضوع وأتفكر. جاء في المقال العربي أن الرجل يحب زوجته جدا لدرجة أنه يخاف عليها من الحمل وآلامه، فقرر أن يحمل بدلا عنها. يا سلام. ثم يعرض المقال في طياته فكرة قابلية الرجل على الحمل. بحثت في طيات هذا المقال عن أدلة علمية طبية، فلم أجد سوى كلام عن الحب والإخلاص والدراما المسمومة. ثم يعرض المقال في طياته صور لرجال معدلة بالفوتوشوب وهي حامل. أعتقد أنك يعني صادفت مثل تلك الصور أثناء تصفحك لمواقع التواصل الاجتماعي. حينها قلت لابد أن أطلع على أصل الدراسة من مصدرها الأجنبي بدل هذه الدراما والكلام الغير علمي الذي نشره هذا الموقع العربي. وبالفعل في الدراسة الأجنبية جاء أن الجمعية الأمريكية لطب الإنجاب فيها أحد الأطباء قال أن حمل الرجال بات قريب ولم يعد أمر من المستقبل، ومبشرا بذلك الرجال على حد وصفه. يعني هنا ترغب أن تقول لا احمل أنت الأول، يعني من أخبرك أن الرجال ترغب بذلك؟ ولكن هذا الأمر لفت العلم والطب له، فأتبع ذلك الطبيب نظريته وقال أن حمل الرجل بات ممكنا، يمكن زراعة رحم لذلك الرجل وأن نزرع بويضة مخصبة في ذلك الرحم، ومع إعطائه الهرمونات الأنثوية اللازمة يمكن أن يصبح الرجل حامل وتكون الولادة قيصرية كون أن الحوض عند الرجل صغير. وأرفق في دراسته حالة حقيقية حدثت لرجل اسمه توماس بيتي. هنا في نفسي شعرت لوهلة أن الأمر بات حقيقيا، وهذا أمر مخيف طبيا لأنه يترتب عليه أمور طبية معقدة. فبحثت عن ذلك المدعو توماس بيتي لأجد أنه موجود بالفعل، وفي عام 2008 حمل هذا الشخص بطفل وأنجبه ولادة طبيعية، وكان الطفل بحالة صحية سليمة، بل وأنه أنجب بعده طفلين آخرين. هذا الرجل حسب ما اطلعت أصبح محط نظر العلم والناس وقتها، حتى أنه أصبح متحدث في هذه القضية، لكن يتضح بعدها أنه كان متحول جنسيا، يعني كان خنثى مشكل، يعني يمتلك جهازين تناسليين وقام بعملية تحويل جنس، وبالتالي كان يمتلك رحم أو كانت وليس ذكرا سليما صحيحا. اطمأنت نفسي حينها قليلا وابتسمت ابتسامة منتصر، لأن هذا الشخص ليس له علاقة بموضوعنا. هذا أو هذه تمتلك رحم، أو هذا أو هذه لديه جهاز تناسلي ذكري. لا أجد نفسي بعدها أقرأ في دراسة أخرى مفادها أنه لا يوجد داعي أن يكون هناك رحم لدى الذكور ليحمله، وأنه من الممكن زراعة بويضة مخصبة في غشاء جدار المعدة عند الذكور كون أن تلك المنطقة غنية بالأوعية الدموية، وهذه الأوعية تساعد في نمو البويضة المخصبة بعد زراعتها هناك، وبالتالي يمكن للرجال أن يحملوا. صراحة الموضوع يشمئز له النفس، ولكن لنكمل إبحارنا في هذا الموضوع لنصل إلى الضفة الأخرى. ما رأيك؟ تمعنت في هذه النظرية، ولكن بكل أمانة 90% من عقلي رفضها. كيف يمكن أن تحمل بدون رحم؟ لأنه على هذا المنوال الفتيات التي استؤصلت أرحامهن بسبب سرطان الرحم يمكن لهم أن يحملوا مجددا. أسأل الله أن يذيق كل مشتاق ذرية صالحة وأن يخفف عمن ابتلاهم. ولكن أي مختص يهدم هذه النظرية، لأن علم الأجنة معقد ولا يمكن للتروية الدموية فقط أن تكون سببا في نمو جنين كامل. وإن زرعت في غشاء جدار المعدة سيجهضها الجسم بعد مدة أقصاها أسبوعين، لأن التروية الدموية هناك ليست كافية. هذه الفرضية أحبتي في الله، فرضية الحمل بدون رحم، تم استنباطها من حالة الحمل خارج الرحم عند الإناث. أعتقد الإناث سمعت بهذه الحالة الطبية، ألا وهي الحمل خارج الرحم. هي حالة طبية تعتبر من مضاعفات الحمل عند النساء. يعني في هذه الحالة الطبية عند النساء تستقر البويضة المخصبة في غير مكانها الطبيعي، يعني تستقر خارج جدار الرحم، مثلا في قناة فيلوب، في الأمعاء وأماكن أخرى. كما تعلم عندما تخصب البويضة تلتصق في جدار الرحم، وفي حالات الحمل خارج الرحم يحدث أن البويضة تلتصق خارج الرحم، مثلا تلتصق في المبيضين، الأمعاء،
والأكثر شيوعا في قناة فيلوب. بعد الالتصاق يبدأ الجنين بالنمو والتطور كما يحدث الحمل الطبيعي بسبب وجود التروية الدموية الكافية، ولكن بعد مدة يحدث عدة مشاكل. بعض الأحيان يصبح النسيج غير قادر على توفير التروية الدموية اللازمة للجنين وبالتالي وفاته، كما يحدث في حال التصقت في الأمعاء أو في حال حاولنا إلصاق بويضة مخصبة في غشاء جدار المعدة عند الذكور، سيقوم هذا الجنين أو الجسم بإجهاض ذلك الجنين والنهاية ستكون موته. وفي حالة الحمل خارج الرحم يكون وضع خطير، خصوصا لو حدث في قناة فيلوب. هناك توجد تروية دموية كافية وبالتالي سينمو الجنين ولكن بدون مساحة كافية، وبالتالي يبدأ الضغط يزيد على الأعصاب الموجودة في جدار قناة فيلوب، مما يؤدي إلى ألم أسفل البطن عند الإمرأة، وفي النهاية بسبب زيادة الضغط تتمزق القناة، وهذا أمر يحتاج مداخلة طبية عاجلة. يعني باختصار، في حالة الحمل خارج الرحم إما يقوم الجسم نفسه بإجهاض الجنين أو يتوجب علينا إجهاضه، لأن الأمر خطير على صحة الأم. مثلا لو استقرت البويضة في قناة فيلوب يتم استئصاله إما دوائيا عن طريق استخدام الميثوتراكسات أو جراحيا من خلال عملية جراحية لقناة فيلوب بحيث يتم استئصال الجنين ويخاط الجرح. وجب تنويه أخواتنا النساء أن هذه الحالة، حالة الحمل خارج الرحم، تحدث بسبب التدخين، فاحرصوا على تجنب التدخين. بالمناسبة، كان أول من أعطى وصفا معروفا لحالة الحمل خارج الرحم هو الطبيب العربي الأندلسي أبو قاسم الزهراوي في مطلع القرن الحادي عشر. يعني ملخص ما قلناه إلى الآن أن فرضية حمل الرجال غير ممكنة طبيا الآن، ولكن أحبتي في الله سيتقدم العلم وسيحاول العلماء زراعة رحم يؤخذ من أنثى ويوضع في رجل كما في بعض الحالات التي حدثت بالفعل، وسيعملون جاهدين على هذا الموضوع في يوم ما. لذلك وجب أن نسلط الضوء على نقاط فكرية لا بد أن نتفكر بها. هذا المقال العربي وما عرضه من دراما مسمومة، أن ذلك الرجل يحب زوجته جدا ويخاف عليها من الحمل وآلامه فقرر أن يحمل عنها، لا تبرره فطرة الرجل ولا تقبله فطرة الامرأة السليمة، ولكن بكل أمانة ما قالوا ذلك إلا لترسيخ فكرة مسمومة في عقول الشباب، ألا وهي المساواة التامة وليس العدالة بين الرجل والأنثى، وهناك فرق بينهما. يريدون أن يساووا تماما بين الرجل والأنثى من باب هدم النظام الإسلامي بمفهوم العدالة لديه. النظام الإسلامي قد أعلى قيمة العدالة بين الرجل والأنثى، ولم يعد النساء بالمساواة الكاملة مع الرجال. فمثلا في موضوع المواريث في قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين، القوامة التي أعطاها للرجل، الفروض الشرعية حين خصص للمرأة عبادات إضافية كالحجاب وعفى عنها عبادات أخرى مثل صلاة الجماعة، السماح للرجل بتعدد الزوجات وحرم ذلك على المرأة، سمح له بالزواج من المرأة الغير مسلمة الكتابية وحرم ذلك على المرأة، وأمور كثيرة يطول شرحها ومناقشتها. وهذه أمور لها تفسير علمي وشرعي مؤكد وواضح، إذا أحببتم نقوم بتخصيص حلقة كاملة في هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. النص واضح، أنثى ولم يقل ذكر، ولله حكمة في ذلك من مبدأ العدالة والفطرة التي خلقنا عليها. أما بالنسبة لكاتب المقال العربي وحبه الشديد لزوجته وخوفه عليها من الحمل وآلامه، من قال لك أن النساء تكره الحمل؟ بعض النساء كما نسمع قد تطلب الطلاق في حال لم يرزقها الله بالذرية، والبعض الآخر يعني يبذل الغالي والنفيس في سبيل حصولهم على الذرية، سواء من طفل أنابيب أو من خلال الطرق الطبية المتاحة. فإن كنت صادق في حبها فعليك أن تمكنها ما يتناسب معها وطبيعتها، وأن تقوم أنت بدورك الذي هيأك الله له. ناهيك عن الأثار الجانبية التي تترافق مع مثل تلك التجارب على الرجال، فعندما بحثت في الأثار الجانبية، وهو من الأمور المهمة التي نطلع عليها كأطباء قبل إجراء عملية ما أو قبل وصف دواء ما، سواء من سرطان البروستاتا أو من الموت أو من فقدان القدرة الجنسية وأمور كثيرة. يعني أي طبيب لو سألته ما هو طموحك الطبي، سيقول لك أن يكون لدينا تصور وفهم كامل للجسم الإنسان بحيث نستطيع علاج أي مرض يخرج لنا، ولكن تجد بين الحين والآخر تخبطات كما في موضوعنا اليوم. الله سبحانه وتعالى يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فلمن نحاول تغيير سوية الله التي خلقنا عليها؟ فتجد المتشبهين بالنساء
والعكس. والله خلقنا بفطرة وشكل معين وحرم علينا التلاعب بهذا الخلق، فالله لعن الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله. المهم أنهيت اطلاعي في موضوعنا ووجدت الساعة قد تعدت الثانية بعد منتصف الليل، وأنا هناك على أريكة في صالون منزلي تعب، ولدي دوام في اليوم الذي يليه. قلت حملت مسؤولية استيقاظي متعبا غدا، وهذا حمل لا بأس به، حمل لا بأس به. أحبتي في الله، قبل أن أنهي دردشتنا المتواضعة وددت أن أعلق على الحلقة السابقة التي نشرناها تحت عنوان انتقاد صناع المحتوى العربي أو العلمي. وجدت عددا ليس قليلا من الناس قد فهموا الموضوع خطأ تماما واعتقدوا أنني بالفعل أنتقد العلم، وكيف ذلك ولم يميزوا أنني كنت أمثل دور صاحب ذلك التعليق المرير حتى تصل الفكرة، وأن ننظر لذلك الأمر من زوايا مختلفة كما تعودنا. فالبعض أخذ سطح الأمر ولم يتعمق به، فشاهد أول المقطع ولم يكمله، ودفاعه شتيمة كانت. فأي مدافع أنت؟ وعن ماذا تدافع بما تفوهت؟ هل تدافع عن العلم وأهله هكذا؟ بكل أمانة لا أريد أن أرد عليهم ردا مفحما، وإن كنت أستطيع بسهولة يعني، ومن يعرفني منكم يعرفني، لأن هؤلاء أحبتي في الله ما فعلوا ذلك من سوء ظن بي، بل فعلوه لغيرتهم على العلم وأهله، وهذا أمر أحييه. وغيرتهم هذه لم تسمح لهم ليكملوا المقطع ليتبينوا، وهذا أمر لا أحييه، لأننا بكل أمانة ما وصلنا إليه من تعليق ذلك المنتقد في تعليقه والذي مثلت دوره إلا من السطحية التي شاهدها في العلم وأهله. ومن أين أتت السطحية؟ من مثل هؤلاء الفئة التي لا تحب التوسع في الأمور وتحب السطحية. فأنت يا صاحبي لم تدافع عن العلم، بل أظهرت جهلا كنت في غنى عنه لو تبينت. فلا ألومك يا صديقي بكل أمانة، ولا أسيء الظن بك، وإني أسامحك في الله. يا صاحبي صفتان لا بد أن تتوفر في شخصية المسلم، أي في شخصيتك، هما الحلم والأنات، وهاتان صفتان يحبهما الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن فيك صفتان يحبهما الله، الحلم والأنات. فدائما عندما تريد أن تدافع عن أمر ما، احرص أن تكون حليما متأنن صاحب حجة، ودمتم في أمان الله.